سبع سنوات في مخيمات النزوح بكركوك تعقبها تهديدات بالقتل والاغتصاب واستباحة براءة الأطفال كما يروي هذا الشاهد. أنا 7 سنين بعد واحد عيهددنا بالقتل، صاروا لي 8 شهور عيهددنا بالاغتصاب بالقتل. أمي وأبوي جبيري، أمي مريضة أبوي جبير بالعمر، ومودينا أبوي وما نعرف وينه، عيهددنا يقول خليك ما تشوفون عمر خليك توفت 4 أرهاب، يقول حتى رئيس وزراء ما يقدر له. يحدث هذا وأكثر في دولة الميليشيات التي أسست مملكة الخوف بجهود التحالف الدولي والدعم الإيراني والتخاذل العربي. نازحون تحولوا إلى سلعة تباع وتشترى، ومخيمات يستبيحها المجردون من الوطنية الفاقدون للضمير الإنساني ورادع الدين والأخلاق، حتى وصل بهم الأمر للتطاول على الأعراض ومحاولة هتكها وانتهاكها، وعمدوا إلى كبار السن فأذلوهم، وإلى الصغار فعذبوهم واعتقلوهم، وكل ذلك موثق بشهادات الضحايا. أروح السيطرة ينزلوني. منين جاية أنت؟ من الكراد، من النيوان، من المخيم يتوه، يلا ارجعوا، روح على الكراد تسوق، روح على الكراد، يلا ارجعي. دواعش عند الكراد، ينزلوني يهينوني وزاد يريدون أرقامنا، تعطينا رقمك. والله مشكلتي جعد نروح ما يخلونا نعمر على السيطره. يا سيطره هاي سيطره الحشد، ايه جعد يخلطون على النسوان وحده وثاني وحده، اللي يشوفونها شابه يفوتونها على الكرفان. هذا الفساد العلني، الله اكبر. ها تقبلون يقبلونهم على اعراضهم هذا الشيء؟ يقبلون هذا الشيء على اعراضهم؟ يجيبون اللي يسحب الرشاش على النسوان يقعد وحده فوق وحده، وين صايره؟ ميليشيات الحشد تستمر في اضطهاد النازحين وممارسة أبشع أنواع الجرائم ضدهم على مرأى ومسمع من الحكومة وأقطاب العملية السياسية التي لم يبقى مشاركا فيها إلا كل فاقد للغيرة والشرف. إضافة إلى تلك الشهادات السابقة، يقر المسؤولون الحكوميون كرئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين البرلمانية رعد الدهلكي بارتفاع حالات معدلات الانتهاك ضد النازحين عند سيطرات الحشد. إذلال وابتزاز وقذف وشتم وتشفي وشماتة، وللسامع أن يتصور أبشع الطرق ليجدها في سلوك الميليشيات. أمام هذه الانتهاكات المستمرة، حكومة الكاظمي أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاعتراف الصريح بعجزها أمام تجبر هذه الميليشيات، أو الإقرار برضاها ومشاركتها في هذه الجرائم، غير أن الخيار الثاني أقرب إلى الحقيقة بحكم طبيعة التركيبة السياسية والأمنية في العراق.